مشاهدينا للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية معنا في استوديو رامي النجار مدير لدى بلاك بول أوبشنز. رامي أهلا وسهلا بك. لنبدأ مع الأسواق الأمريكية. الأسواق الأمريكية كانت أكيد عم تطلع يعني ترقبا لسياسات دونالد ترامب التحفيزية. الآن مع هذا الاتهام لباراك أوباما البعض عم بيخاف أنه هيدا يأخر نوعا ما السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب، وأصلا الأسواق مرتفعة يعني البي إي فورورد تبع الأس أم بي عند 18 مرة بالمقارنة مع المتوسط عند 15 مرة. بقى هل قد نرى أو نبدأ موجة من التصحيح ربما في الأسواق الأمريكية؟ أول شيء شكرا على اللقاء. بالنسبة للأسواق الأمريكية هي مش يعني لم تنخفض بس يوم أمس، هي لها أربع جلسات على انخفاض ولكن في فاليو منخفض بعد موجة الارتفاع الضخمة، وبالذات بعد حديث الرئيس ترامب في الستيت يونيون الخطاب اللي أعطاه أخذت الأسواق الدفعة الأخيرة للارتفاع. طبعا لحد الآن هو لم يعطي طبعا التاكس براكت وربطه بالهيلث كير، أنه كم ستكون تكلفة تغيير الخطة الرعاية الطبية. امبارح الجمهوريين قدموا طلب بأنه سيتم تغييرها، وهذه الأرقام هذه الآن وضحت. ولكن ما جعل الأسواق أمس تتراجع طبعا هو أنه إطلاق الصواريخ، هذا أثر. والأسواق عموما يعني عندما ترتفع تبحث عن أي سبب لسحب الأرباح، يعني بغض النظر كان سياسي أو اقتصادي أو حتى اجتماعي الأسواق ستسحب، وهذا اللي حصل على الأربع جلسات الماضية. طيب بالتالي انتم يعني شايفين، ما زلتم شايفين فرص بالاسواق الامريكيه؟ حاليا الاسواق مرتفعه جدا. يعني اللي سيكون يعني نظره الاسواق الان تعتمد على شيء واحد، حتى اعتقد اليوم البنك الاسترالي ارجى تغيير سعر الفائده بناء على الجميع يترقب ما سيفعل الفدرالي بصراحه. التوقعات يعني ارتفعت خلال كم يوم فقط انه الفدرالي سيرفع في الشهر الحالي، وهو يجب ان يكون لانه الفدرالي وعد السنه هذه يرفع ثلاث مرات، واحنا صرنا يعني تقريبا يعني مر ربع السنة ولم يتم رفع. فالمتوقع الآن من الأسواق بقوة هو رفع الفائدة في الاجتماع الأسبوع القادم إن شاء الله. قبل أن أنتقل إلى العملات يعني بشكل مفصل، أيضا بأسواق الأسهم أود الحديث عن سهم كان عنده الكثير من الاهتمام مؤخرا، أكيد عم تحدث عن سناب. الشركة المطورة لسناب شات طلع بأول جلسة 40%، الآن متراجع إلى أدنى مستويات منذ الآي بي أو. دائما السؤال أنه هل سناب شات مصيره سوف يكون مثل مصير تويتر، عند تباطؤ بنمو المستخدمين ما رح تقدر تجيب الريفنيوز من الإعلانات كما هو متوقع، أم مصيره رح يكون مثل موديل فيسبوك. ما هي النظرة على سناب شات؟ أنا بعرف أن أنت بتابع السهم. احنا بنتابع السهم، وعلى العموم يعني هي ثلاث جلسات يعني من اول ما فتح يوم الخميس الماضي، يعني عندك الخميس والجمعه والثلاث جلسات تداول. لكن سهم سناب شات كان عليه سبوت لايت كثير في وول ستريت، يعني هو سهم جذاب ويوجد عليه استخدام كثير من المستخدمين. ولكن طبعا احنا يعني اي مستثمر عندما يدخل في شراء سهم وياخذه اي بي او، او حتى قبل ما ينزل اي بي او، لانه احنا مستثمرين في السهم من حوالي سنتين وتم من اول يوم تداول صرفنا جميع ما نمتلكه في الاسواق، لانه الفالويشن على السهم عالي مقابل انه ما في ريفينيو يبرر السعر المرتفع. السهم نزل الاسواق بسعر 17، ارتفع وصل رقم كبير، امبارح اغلق تحت ال 24 بشوي. ولكن طبعا للتوضيح للمشاهد، الاندر رايتر اللي هي البنوك التي تدخل لكتابه الشركه وضخها في الاسواق ممنوع عليهم بيع السهم لفتره شهر كامل، يعني لا يقوموا بتوفير السهم للقيام بعمليه شورت. ما تم عليه البيع هو من ناس فعلا دخلوا استثمروا، وهذا ما شاهدناه أمس في نزول السهم. ولكن النظرة على السهم يعني تصوري وول ستريت كلها لا يوجد عليها باي ريتنج لسهم سناب. الجميع يعني لم يعطي يعني تصنيف شراء للسهم، لأنه لا يوجد للسهم حتى الآن أي مصادر دخل حقيقية تبرر يعني قيمة الشركة الكلية الآن في الأسواق ما يقارب 31 مليار دولار. هذا رقم كبير جدا بالنسبة للسهم، لا يعطي حتى الآن أي نتائج يعني إيجابية بالنسبة لإيراداته. بس برأيك يعني مع يعني مرور السنوات الشركة سوف تصل إلى هذه المستويات المرجوة؟ يعني في بوتنشل للشركة أم لا؟ ممكن أنه الاهتمام بسناب شات يتغير بأي وقت؟ هو بالنسبة للسهم الآن هو it's a hot stock يعني كما يقال يعني في الأسواق، ولكن بالنسبة للمستثمر
أين مربحي؟ أين المدخول من الشركة؟ يعني لاحظي أنت ذكرتي سهمين، سهم تويتر وسهم فيسبوك. الفيسبوك نجح وارتقى أكبر حتى من سعر الآي بي أو بسبب السياسة القوية التي يدعمها مدير الشركة بالنسبة للإعلانات والأدفرتايزمنت اللي على البلاتفورم. تويتر نوعا ما لديه مشاكل في هذا السبب نزوله. رامي النجار مدير لدى بلاك بول أوبشنز، شكرا جزيلا لك.